كده في ايه مالك؟ قشلوني شضبوني سرقوني وخلوني على الحديد. ده اللي سرقك؟ ايوه الحرام النشال الخمساج النوري ده. الله يسامحك خليكوا شاهدين. انت برضو؟ انا مش منبه عليك 50 مره ما تدخلش المحطه دي ابدا. سرق منك ايه؟ محفظتي. فين يا اخينا المحفظه؟ ايه ايده ومحفظتي في عبي. الحمد لله ما سرقناش حاجه ما خدناش حاجه. خليكوا شاهدين يا اخي. لما المحفظه لسه في جيبي تبقى انسرقت ازاي؟ بس عايز افهم. قول له يا فندم. اسكت انت خالص. انا اول ما حسيت بايده في عبي ايدي ماتت على ايده. حصل يا جماعه ولا لا؟ حصل. الله يسامحك. طب استنوا انتوا بره وانت خد ده عندك في الحجز بره لحد ما نقفل المحضر ونوديه المحافظه. حاضر يا فندم. ما انا لو كنت سرقتها كان معلش يا فندم. امسكك وجع في بطنك. تسمح بالمحفظه؟ اتفضل. امشي انت فيني. متشنكر. خد هذه المحفظه بتاعتك. عد فلوسك قبل ما تمشي. اسال على الشنطه بتاعتي. شنطه ايه؟ شنطه نسيتها في الديزل بتاع اسكندريه وبلغت عنها. تقدر تقول لنا فيها ايه الشنطه دي؟ 10,000 جنيه يبتدوا برقم 53,101 حاح دال على 39 وينتهوا برقم 63,100 بنفس الحروف. يا فصحتك وعارف النمر كمان. اسكت انت المفضل. ساسكت ساسكت. معاك تحقيق شخصيه؟ موجود. يوسف جميل دي الشنطه بتاعتك؟ بالظبط. تسمح لي اشوف اللي فيها؟ اوي. يا خالتي. اسم الله اسم الله اسم الله. الله 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 اكبر. جوال ما شاء الله ما شاء الله. طلع يا راجل طلع. احنا ورانا ايه؟ تمام تمام يا فندم. اتفضل. متشكر. لو تسمح تنبلنا هنا. حضرتك ما انتش عاوز مني حاجه؟ لا كتر خيرك مع الف سلامه. سلام عليك. خلي بالك من نفسك كويس. انت هتقول لي ما انا عارف. متشكر قوي يا حرص. يبقى خلي بالك من نفسك. انت هتقول لي ما انا عارف. اصل النصابين هنا كتير. انت هتقول لي ما انا عارف. والنشالين يسرقوا الكحل من العين. يا اخويا كنت شطر انت على نفسك لما نسيت ال 10,000 جنيه جوه القصر.